أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي ودي مساكن قلبي. مرحبا بكم، مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم أولادنا تحت جناحنا. علاش أولادنا تحت جناحنا؟ لأن الأولياء دائما عندهم تساؤلات باش يربي أولادهم بالطريقة السليمة. بالمرات تساؤلات بسيطة والأجوبة تكون أبسط، ولكن وين راح يسيبوا هذه الأجوبة؟ هذه يقدروا يسيبوها في الحصة نتاعنا، وكاع الحصص يقدروا يسيبوهم عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا.com. اليوم موضوع مهم جدا هو مرض التوحد، الأوتيزم. الأوتيزم أنا نظن أي عائلة عندها نونفون أوتيست ولا أي حاجة ماهيش سهلة. دونك ماذا بهم يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع هذه الحالة، وما هما أبسط النصائح اللي نقدروا نعطوهم لهم. اليوم راح يرافقني الأستاذ بالخلفة مراد. مرحبا بك. مرحبا بك أستاذ محاضر بجامعة باب زوار. تفضل تفضل. شرفتنا 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 أستاذ شرفتنا. معايا كذلك الأستاذ لابري نور الدين، 39 سنة في مجال التربية والتعليم. أهلا تفضل أستاذ. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك. بارك الله فيك. معنا كذلك الأستاذة هواري ميليسا، اتيديونت ماستر 2. تفضلي مدام. شرفتينا شرفتينا مدام. مرحبا بك. مرحبا بك. السلام. معنا كذلك تجربة حية، اون اتيديونت دو روشيرش، طالبة باحثة، عليش خولة. مرحبا بك. مرحبا بك. تفضلي مدام. شرفتينا. وفي كل مرة نستضيف طفل ولا طفلة يجي يدير الواجبات المدرسية نتاعو هنا، باش نتوما تانية أطفال تروحوا ديروا الواجبات. معنا الطفلة ميرات. روحي بنتي. واش راكي بنتي؟ لاباس. لاباس بنتي؟ شحال في عمرك؟ عمري 10 سنوات. 10 سنوات. واش مسنة تدرسي؟ أدرس السنة الرابعة ابتدائي. الله يبارك. الله شاطرة. نعم. شحال جبتي المعدل؟ 8.47. واو سبيطة 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 سبيطة. نحب اللي يقراو مليح. بابا وماما فرحانين بك. ها؟ نعم. قراي مليح. الله يبارك الله يبارك. بنتي كيفاش ديري الواجبات المدرسية تاعك؟ هل ديريهم بانتظام ولا تستني حتى بابا ولا ماما يقولوا لك، ولا وحدك عندك طريقة تاعك؟ واجباتي المدرسية أنجزها عندما أصل إلى البيت أشرب حليبي ثم أبدأ بإنجاز التمارين التي أعطتنا إياها الأستاذ. الله يبارك الله يبارك. واش حبيت نعرف في نهاية الأسبوع الجمعة والسبت تقراي واش ديري؟ ولا تقراي الجمعة والسبت ولا غير النهار ولا وقتاش تقراي؟ في أيام العطلة. الدروس عطلة نهاية الأسبوع. في عطلة نهاية الأسبوع يوم الجمعة صباحا ألعب قليلا ثم في المساء أدرس، ويوم السبت أدرس. تقرأي الجمعة العشية والسبت كاع النهار؟ نعم. مليح. لازم، ولكن جيد أنك نظمتي وقتك، وجيد أنك، ولكن الطفل لازم له يلعب شوية، تلعبي شوية مع صحاباتك وكامل. نعم. برافو بنتي. دونك شاطرة في القراية وتلعبي مع صحاباتك في نهاية الأسبوع شوية يا أخي. نعم. إذن يا أطفال أنتم تاني لازم تنظموا وقتكم. إذن ميرات تفضلي بنتي، وجدنا لك هذاك المكتب تروحي ديري فيه الواجبات المدرسية تاعك. مرحبا بكم. مرحبا بكم معنا. إذن ضيوفي مرحبا بكم. اليوم حبينا نتكلموا على هذا الموضوع المهم المهم. احنا ماذا بينا العائلات الجزائرية والجزائريين كامل يعيشوا مرتاحين. أنا نعرف باللي واحد كي يعرف باللي وليده عنده مرض التوحد الأوتيزم، نعرف باللي شغل السما طاح عليه، يعني حاجة ما بالك إنسان دفع وليدك عنده الحمى بركش تقلق عليها. لو كنت تعرف باللي وليدك اللي أوتيست يعني شيء رهيب. دونك احنا نتمنوها حتى الواحد، ولكن مالوريزمون الدنيا دايره هكذا. كاين عائلات اللي عندهم اطفال مصابين بهذا المرض هذا. احنا رانا اليوم مع اخصائيين باش نجاوبوا على بعض تساؤلات باسكو لي بارون ماهمش اوكان بارون ني بري، يعني حتى ولي امر ولا مرو موجد روحه لاي مرض. دونك احنا ماذا بينا عبر هذه الحصه معكم انتم المتخصصين نعطوهم بعض النصائح كيفاش يتعاملوا مع هذه الحالات. اليوم راح نشخصوا هذه الحالة هذه. ماذا بيا نبداو
مع الأستاذة هواري ميليسا إتيديونت أون ماستر دو في البيوتكنولوجيا والصحة بجامعة باب الزوار. ماذا بينا أستاذة تعرفينا هذا المرض واش هو، يعني الناس كيفاش تعرفوا كيفاش، ماذا بينا تكلمينا على هذا المرض هذا، تفضلي. يعطيك صحة. تو دابور ميرسي بوكو، السلام عليكم، ميرسي نو زافوار. مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، ميرسي بوكو. ألوغ التوحد هو سي ان تروب، مرض الذي يصاب 1% لا بوبولاسيون مونديال. 1% من في العالم، في العالم مصابين بالتوحد. نعم. عدد هائل يعني، كبير. نعم. وفي الجزائر حوالي 80,000 شخص مصاب. 80,000 حوالي، يعني عدد هائل يعني. نعم. وهذا لو تروبل جينيرالمون يس مانيفيست لي بروميير زاني سما ا بارتير دو 2 ans ديجا لي بارون ils comparent leur enfant avec d'autres enfants de la famille, des amis et tout. Donc, et في اولى في اولى السنين نتاعو يبان 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 avant l'âge de 3 ans يبان. داكور. Il y a des généralement بين عامين وثلاث سنين هكذا. نعم بين عامين parce que ils le comparent à d'autres enfants. Par exemple, quand ils tiennent leur enfant, quand ils lui sourient, l'enfant ne sourit pas. ما يتبسملوش، ما يتبسملوش. وكي يغزر فيها الطفل ما يغزرش فيه في عينيه. يغزر à droite à gauche. Il est très distrait. Il évite le contact visuel avec le parent. هذه انا شفتها مع الاطفال بون من خلال جوالاتي وكامل شفت بلي الاطفال لي زوتيس جينيرالمون ما يشوفوش فيك هكذا، يشوفو يسون ديستري كامل. توجور 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 معزلين، جامي ما يقعدوا مع اطفال ولا ما يقعدوش معاهم، ما يلعبوش معاهم، ما يحبوش يتخلطوا معاهم. يحبوا دائما يقعدوا وحدهم. سيبوا وحدهم. فوالا باسكو لي زونفون اوتيست ils ont des troubles du comportement, ils ont des troubles de la communication, mais ils hadrouchent. Beaucoup de parents qui... Est-ce que mais ils hadrouchent? Mais généralement, mais ils hadrouchent. Déjà à l'âge de 3 ans, 4 ans, généralement, ils ont des problèmes. Ils ne communiquent pas. Donc, c'est un mot-achir l'oul, les parents... لان لو لونغاج جينيرالمون لابرونتيساج دو لونغاج ا 3 ans طفله ويهضر خلاص. دونك هذا سي ان برومي انديس كي تشوف وليدك ما يهضرش. ممكن عنده يعني روتار دو لونغاج تاخذ الكلام، ولكن ممكن بعد شهر يكون عنده الاوتيزم هذا. اوكي مي اسكو ما يهضرش؟ ما يهضرش، نو ما يهضرش. ميم افون 3 ans لي زوتر انفون ايميت دي بتي سون. هو والو والو والو. ومن بعد اسكو يقدر يهضر كاش نهار؟ وي بيان سور. مي سي سا لو بروبليم سي كيزون بوكو دو روتار. باغ اكزومبل هو اوليو كيبدا ا 3 ans يقدر يبدا ا 5 ans 6 ans. هنا وين نتكلموا بعد على بريز اون شارج؟ لا بريز اون شارج وي، avec une orthophoniste et des pédopsychiatres et des psychologues. C'est pour ça mais c'est ça le parmi les premiers signes. Il ne parle pas et il évite le contact visuel, il n'imite pas les expressions de ses parents et des gens qui le regardent. C'est même mais on dirait qu'il ne يتعاملش معاهم، كلي راهو وحده في عالم واحد اخر. Il réagit pas, mais عندوش رد فعل. Voilà, il ne réagit pas. Il ne réagit pas. Et il y a beaucoup de formes d'autisme. C'est ma machine, gars, les enfants, ils ont les mêmes formes d'autisme. Il y a 80 000 personnes en Algérie, il y a 80 000 cas différents. Tout le monde, tout le monde, ou qui fait qu'il bien avec ta wahoud ta'o. Par exemple, ou à dire d'aller d'ailleurs rapidement, ça il aura toujours, toujours avec l'azl ta'o. Jamais il ne se mélange avec les gens, il ne veut pas se mélanger avec les gens. Et par exemple, d'autres signes. Des signes répétitifs, comme ma mère dit, il peut juste se faire. Par exemple, d'autres signes. C'est-à-dire qu'il y a le geste, il y a le geste, il y a le geste. Voilà. Mais il y a le geste, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a le geste. Il y a aussi d'autres gestes. L'enfant est très sensible. Très sensible au bruit, hassas au bruit. Par exemple, un tout petit bruit peut lui faire très très mal. Il supporte pas. Et je vois des fois, quand on fait les jouets ou les fêtes des enfants, quand on fait les enfants autistes, من بعد تشوف هذاك لونفون شو اللي بيرتوربي بالحس من بعد باش انا ما كانش على بالي بلي سي دي زونفون اوتيست هما بو على نيتهم وكامل من بعد فكنا بلي ما يحملوش الحس ما يحملوش الحس ما يحملوش الحس اي زون سوفون دي كريز اي زون دي كريز دانغواس اي زون دي كريز دو كولير سان ريزون اي بوف سوبيتمون تري تري ان كولير يغضب دون مانيير فريمون فريمون فورت ويبدا باغ اكزومبل سان ريزون يبكي ولا يضحك بالبزاف سو سون دي كومبورتمون اللي لي زوتر زونفون ما يتعاملوش هكا. تسمى ديجا هادوما سو سون لي بروميي سين اللي يخلي الاب ولا الام ينتبه ويدي وليده ولا بنته للمخصص باش داكور. ومن بعد كي يدخلوا الشك ويدي وليده للطبيب وي واش هي المرحله الثانيه؟ جينيرالمون كي يدو عند المخصص واش يدير؟ ديجا يفيريفي بلي ما عندوش مرض واحد اخر.
يفيريفي بلي اسكو الطفل كي زعما يعيطوا له ما يدوش باسكو عنده بروبليم بالك في ودنه بالك ما يسمعش ولا ديجا يفيريفي بلي يسمع داكور يفيريفي اون سيت باغ اون باتري دو تيست هكذا بور اليميني يعني ينحي كاع الاحتمالات كاع الاحتمالات باش يوصل له باش يوصل للتوحد اون فوا كي يوصل للتوحد نورمالمون كاين اون بريز اون شارج من عند بيدو بسيكياتر دي بسيكولوج مي اوسي دي اورتوفونيست D'accord, le langage. Pour le langage, pour essayer de... Il faut essayer de faire sortir l'enfant de son monde, essayer de le... l'environnement est là. D'accord, d'accord. Et plus, plus la prise en charge est précoce, quand même, il y a des gens qui ont des gens, quand même, il y a des chances de se faire plus. سما كي يدو كي زعما واحد على بالو يشوف بلي وليدو ما راهوش كيما الاخرين يفومي كي يديه تمتم الواحد انا جبت ربي كاع الامراض كاع الامراض كي يكون تشخيص مبكر يعني تبرا بلو فيت سي سور لا غيريزون اي بوكو بلو رابيد دونك حنا هذه نداء نديروه للاولياء الا شكيتوا بلي وليدكم عنده اي شيء اي شيء ما تقولش لا لا بالك راه عيان ولا كذا ولا لازم تروح تديه للطبيب لان التشخيص المبكر راح يعاونوا بزاف باش يبرا مدابية دكتور بالخلفة مراد أستاذ محاضر متر دو كونفيرونس اي شيرشور اون بيو تكنولوجي بجامعة باب زوار مدابية تعطينا الاكسبيريونس نتاعك وتعطينا يعني كيفاش نقدروا نوضحوا للناس الصورة أكثر تحت التوحد هذا تفضل أستاذ يعطيك الصحة أنا جد سعيد بوجودي هنايا الله يخليك هذا سو نوزا بيرمي دو سوغتيغ أن تي بو دو نوت لابوغاتوار الله يبارك ونفيدوا الشعب الجزائري بيان سور بيان سور العلم اللي ما يفيدش منه ما يسعر غيان دي بالضبط بالضبط هاي دونك حنايا في بور لوتيزم ولا لوتيزم توحد ولا بالقبيلية أكرو ذا وحشية دونك هذه بالقبيلية ولا انتيغري ريسامون مرض اللي كان جينا نخدموا عليه سيتي دونز ان كادر لو كادر اللي كنا نخدموا عليه سيتي ان كادر لو دوزيام بلان تاع لو بريزيدون دو لا ريبوبليك الى لونسي ان بلان ناسيونال دو لوتيزم حنايا كي سمعنا بلي كاين ان بلان ناسيونال كاين ان بروبليم دونك حنايا قلنا ما ترافايي سور لوتيزم انا اول امر كنت نخدم على مرض الزهايمر من بعد كي عيطوا لي قالوا لي تخدم على لوتيزم قلنا مرحبا المشكل في مرض التوحد انه مرض عنده عوامل بزاف كومبليكي كومبلكس اي لي بيدو بسيكياتر تاع فرانس فانون لوبيتال فرانس فانون قالوا لنا بلي عندنا مشكل في التشخيص المبكر تاع مرض التوحد انه عندنا لا باتري اللي هضرت عليها من قبيله لا باتري اللي استعملوها دو كومبورتمون ما تكفيش باش نشخصوا هاد الامراض وعلى بالك ثاني بلي كاين توحد كاين انواع يعني هذاك واش قالت لنا ميليسا قالت كاين بزاف انواع فعلا هذه كاين كي قالت كاين 80000 كل واحد ان كا ديفيرون انا خفت قلت كيفاش راح يتعاملوا معاهم وهذه هي اللي صعب المهمه تصعب على الاطباء كيفاش يشخص دونك حنايا كاين اسبيرغار باغ اكزومبل اسبيرغار هو اوتيزم بصح سي دي زونفون انتيليجون هايبر انتيليجون هذا نوع من الاوتيزم حنا نشوفوه مرض بصح هو اونكور فايده اكثر الطفل بالك تسيب عنده دي تروبل دو كومبورتمون ولا حاجه ولكن الانتيليجونس تاعو اللي انتاكت ايزولي بصح اللي تري انتيليجون كاين مين دي زوتيست في لانازا تري بيان مي هذا لو جور دوتيست هادو بالك ما عندهمش لي كريز ما عندهمش يعني انا هذا اللي حبيت ما عندهمش دي كريز فعلا سي سا هو يعني هذاك لو كونتاكت سوسيال هذاك جينيرالمون لي زونفون اوتيست باسكو والديهم ولي الامر واش هو اللي يقلقه كي يشوف وليده معزول لانه يعني كاع الناس تحب وليده يلعب وليده يضحك وليده دونك هذيك العزله هذيك اللي تخلقهم في كل حالات هي الانعزال كاين عند كاع لي زوتيست حنا دركا كي دينا لو بروجي كاين ميليسا وخولا اللي راهم في البروجي دو ريشيرش اللي رانا نديرو فيه مع لوبيتال فرانس فانون اللابوراتوار تاعنا في بيولوجي سيلولار موليكولار ديريجي بار البروفيسور طويل بوكوفا هاد ايوا اللي قمنا بدينا نريكوبيرو نفهموا الاولياء باللي ران كاين بحث ران يقوموا به باش نعاونوهم وماشي حاجه سهله باسكو باش تنحي الدم ان تيب دو سون عند ان اونفون اوتيست ماشي حاجه سهله ماهي سهله اكزاكت دونك حنا هذاك ديجا باش تهضر معاه ولا تمسو باش تهضر معاه باش تمسو ديجا سي تري ديفيسيل سي سا لو سون كون ريكوبيري دونك حنايا نشوفوا العوامل الوراثيه شوفوا لك كاين عامل وراثي اللي فعلا يدخل
وعندنا ثاني نشوفوا المناعه تاعو باسكو على بالنا باللي كانت السيستيم ايميتير تاعو اللي ديفايون. هذا لو سيستيم ايميتير يقدر يتسبب في الكومبورتمون، يتبدل في الكومبورتمون، وهذا اللي كان اللي يدل على انه كاين بزاف لي تيب دوتيزم. حنايا بدينا نخدموا بيان سور وزاره الصحه كانت معنا تشجع فينا، ان شاء الله هنورا بلوس دو فينونسمون وراح نوسعوا الاطار. احنا نديروا لهم نداء يفو فينونسي لا ريشيرش، هذا الشيء مفروغ منه لانه بالعلم تعلو الامم، هذا الشيء مفروغ منه. والعلم سون فينونسمون ما كانش، دونك لازم لا ريشيرش. هذا نداء انا نوجهه منا، فو فينونسي لا ريشيرش. يعطيك الصحة، مشكور جدا. دونك حنايا رانا نخدموا وان شاء الله ان شاء الله لي ريزولتا الاولين راح يخرجوا فسخ الماد جوان ان شاء الله. وبيان سور راح نديروا اون جورني دو سونسيبيليزاسيون بور تو لي بارون، لي بارون لي اسوسياسيون، نعرضوهم باش نعرفوهم واش رانا نديروا في هذا الاطار. حنا لازم تعرضونا. اما بيان سور سي كلير. احنا نديروا بخي، رانا معكم ان شاء الله. دونك دكتور، من خلال هذا لي ريشيرش كاين امل شويه يا ان اسبوار يا كاين ان غران اسبوار باسكو لوتيزم يفو سافوار كي يكون بري اون شارج بكري سادير لي ريفيرسيبل سادير يقدر يولي نورمال يسانتيغ لونفون بلو نورمالمون بوسيبل يولي يهضر يولي يقرا دونك في ليكول دونك يوغا اوكان بروبليم دونك سي جو بونس سي التشخيص المبكر هو الحل من اجل إعادة الطفل للمدرسة. إذن يا أولياء التشخيص المبكر، أولادكم هما راس مالكم، ما تستهزاوش. إذا كان حسيتوا بلي كاين أي حاجة، وخاصة دو توت لي فاسون حنا كاع الحصص اللي درناهم اللي قيسوا الطفل في السن المبكر حتى لثلاث سنين أربع سنين، يعني كل الأمراض كل اللي تكلمنا عليهم إيتو كلهم هنا، لو غوتاغ دو لونجاج، تأخر الكلام، ولا كل شيء لازم يتشخص مبكر. دونك دوك الاولياء لي بارون عندهم مسؤوليه كبيره، لازم ما يستهجاز يفو با قال معليش خلي غدوه خلي طفل، ما لازمش تستهزا به. دونك هذه هي النتيجه اللي وصلنا لها من خلال دكتور. انا حبيت استاذ لابري نتكلموا برك 39 سنة في سلك التعليم، سمعنا كاين دي كلاس سبيسيال، كاين جمعيات راهي تكافح على هذا الشيء باش ولادهم يكونوا دون دي كلاس سبيسيال. أنا حبيت نعرف، هل ترى الطفل هذا المصاب بالتوحد هذا، هل لازم عليه يكون في كلاس سبيسيال، ولا يقدر يقرا مع دراري، ولا هل في تجربة، احنا ماذا بينا تكلمنا خاصة على التجربة نتاعك، هل صادفتك يعني في التجربة نتاعك حالة من هذه الحالات؟ تفضل. شكرا أستاذ يزيد، بارك الله فيك، وشكرا لك على اختيار هذا الموضوع، موضوع الهام جدا جدا، واللي راهو يقيس 80,000 كما تفضلت الطالبة المحترمة، 80,000 يعني عدد كبير، ولكن يعني عادي بالنسبة العالمية، يعني 1% دو في لو موند، يعني في 100 واحد في العالم كاين واحد مصاب بمرض التوحد. احنا رانا شوية أكثر من 1%، لا؟ رانا في أي دمية 2%، ولكن 2%. على كل حال شوف، أنا من خلال تجربتي ومن خلال ما سمعت من السيد الدكتور والأخت، هو انه صرات لي حاله، هي في الحقيقه حالتين، ولكن حاله اللي كانت ظاهره، وحنا جانا تلميذ، انا كنت في المتوسط، كنت رئيس مؤسسه في التكميلي في الاكماليه، وجانا تلميذ من الابتدائي الى المتوسط، فلاحظنا الاسره التربويه لاحظت سلوكات غير عاديه لهذا الطفل، هذا يعني غريبه جدا، نوزيتيون يعني سوربري، يعني بصح سي كومام حاجه سي غراف. اذا كان جا الطفل يقرا، هذا هو المشكل الكبير، هذا هو ما على بالكمش، هذا هو سي سا البروبليم. هذه سي ديبي دي زاني 80، تبدل شويه، ثم بعد نهضروا على ليفوليسيون، يعني كيفاش الناس كانت تشوف. نعم، دخلنا نشوفوا التلميذ، من بعد انا درت بحث، انا بطبيعه الحال بحثت شويه عن الاسباب وعن واش كاين،
فاذا لقينا طفل عنده سلوكات من هذه السلوكات لو يتكلم عليها كان عنده توحد توحد. لكن احنا ذاك الوقت يعني بكل صراحه ما كناش عارفين بلي هذا مرض يسمى بالاوتيزم والتوحد، لا انا كمدير ولا كالاسره التربويه. احنا واش درنا بطبيعه الحال؟ انا نتصل بالولي ولي الامر، ولكن المشكل وراه في ذلك الوقت أو الاولياء حتى هم الاولياء انفسهم ما كانوش عارفين بلي هذا الاوتيزم. يقول لك شوفوا الطفل عنده خلل، يقول لك عنده مرض عقلي اونتر كيمي هذا، ولا عند العامه وليدي عنده مرض يعني مختل نقص شويه وسيت اون فاتاليتي بالنسبه ليه، خلاص وليدي سي تيرميني يبقى هكذا حتى يروح. اي نو. المشكل الثاني وراه هو التشخيص المبكر ما كانش كاين في الابتدائي. في الابتدائي ما كانش كاين مشكل كبير، لماذا؟ لانه عايش في قسم واحد مع نفس التلاميذ من السنه الاولى حتى السنه السادسه، هذاك الوقت يافي سي 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 زاني ست سنوات، وهو عايش مع نفس التلاميذ كذا، يعني والفوه التلاميذ تعودوا عليه وهو تعود عليهم، تقريب معلمه واحده تبع فيه، اذا التلميذ كان شويه يعني ما كانش فيه خطر على المجموعه او خلل، نقول ما نقولش خطر وانما نقول خلل. لكن لما جاء المتوسط شي تبدل عليه، تبدلوا عليه الاقسام، المواد، اساتذه جدد، حتى القسم اللي القسم جاوا تلاميذ من جهات اخرى من مدارس اخرى جاوا للمتوسط، هنا ظهرت هذه بعض الاشارات بعض العلامات. يا للاسف الشديد من بعد اتصلت مع بسيكياتر يعني صديق، واتصلت حتى مع المدير ومع المعلمين، تاسفت كثير لان هذا الطفل كان من الممكن جدا لو في الابتدائي لما كان صغير اكتشفوا هذا الخلل كما كان يقول دكتور سابات ريفرسيبل يعني قادر يبرع. لكن الطفل هذا ما كملش الدراسه نتاعو للاسف. وهذا نرجع للسؤال تاعك، هو ان الطفل اللي مصاب بالمرض التوحد من المفروض انه يدخل الى المدرسه العاديه ويكون مع التلاميذ ويعمل معهم بصفه، ولكن بمتابعه يعني، ولكن بشرط، لا كاين شرط اون كونديسيون، هو لما نكتشف هذا المرض وهو صغير في 3-4 سنوات، والاولياء يجيو ويتصلوا بالاداره ويقولوا لبلي ولدنا ها ما له ما يعاني منه. هنا مع بعض الاسره التربويه والاولياء قادرين، ولكن بصعوبه كذلك، ماهوش بسهوله، خاطرش هذا لازم له اون بريزون شارج ان بو انديفيدياليزي، لازم نفهموه، لازم المجموعه التربويه تعرف شنو هو هذا الاوتيزم، كيفاش نتعامل معاه، كيف الاعراض نتاعو، وننجموا نساعدوه، ولكن قلت دائما بصعوبه ماهيش بسهوله، وينجم يتبع الدروس نتاعو والعلاج اللازم اللي لازم له. درك هنا في الجزائر وحتى في العالم، انا كانت عندي واحد بحوث هكذا بسيطه باش نعرف فقط، حتى في العالم الغربي عندهم مشكله نتاع تمدرس التلاميذ المصابين بالتوحد. عندهم مشكل تلقى في اون ريجيون كامله باش يديروا باش تلقى ان بوتي سونتر ولا اون ايكول سبيسيال وين فيها لا سبيسياليتي تاع لي زوتيست. ولكن فيه اهتمام كبير اليوم في العالم، فيه اهتمام كبير بهذه الفئه. لماذا؟ لانهم عارفين بان العلاج ممكن، يعني انقاذ نسبه كبيره منهم باش يندمجوا في الحياه الاجتماعيه ويصبحوا مواطنين عاديين ممكن جدا. انا قبل كي الدكتور قال بلي سؤالك سابوت ريفرسيف، نعم انا رجعت لي الروح. لا لا صحيح صحيح لا صحيح صحيح يعني والامثله هناك امثله كم من فنان كبير ممثل كبير وكان مصابا بالاوتيزم. لا قال لك كاين دي زوتيست في النازا يعني حالات خاصه يعني حالات بالضبط بالضبط، ولكن يعني 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 كاين قادرين يكونوا اذكياء، قادرين تكون عندهم يعبروا عن قدراتهم مثل الطفل العادي جدا، ولكن دائما نرجع للشرط اللي الاولياء لازم لما يكتشفوا هذا ياخذوا بعين الاعتبار وما يتقلقوش، ولكن يتبعوه باه يكون يدمج. كاين اخر حاجه ربما نقولها، احيانا او غالبا الطفل هذا المصاب بالتوحد يوصل للثانوي الاكمالي ويوصل للثانوي ما يبراش 100%، ولكن ما راهش يعني مصاب بحده. هذو
احنا نقول لهم حتى ولو ما نجحش في الامتحانات لانه عنده اهليه وعنده بكالوريا وهذا وهذو سيدي براج اللي ربما في يحدوا له الحظوظ نتاعو في المسار بضل. في المسار هنا ما لازمش نعتبر بان مستقبلهم ابواب المستقبل تاعهم مغلوقه لا فيه فيه توجيهات اخرى توجيه اخر اللي مثلا يروح يتعلم النجارة هذا بعض الحرف ديميتي خفاف وصغار ما يطلبوش مجهود كبير ما يطلبوش وينجموا يندمجوا ويولوا دو بون منويزي دو بون ابينيست يديروا النقش يديروا كذا ومن بعد لما يولي ادولت ينجم يخدم وينجم كذا ويعيش في المجتمع كباقي المواطنين. شكرا 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 استاذ لغري. مرحبا بك مرحبا بك. إذن علاش خولة طالبة في بيوتكنولوجيا والصحة بجامعة باب الزوار ماستر دو كذلك؟ احنا حبيناك عرفنا باللي تعاملتي مع أولياء تعاملتي مع حبينا نعرفوا تكلمينا على تعطينا تجربة حية كيفاش الأولياء عايشين هذا الشيء وكيفاش يكومباني ولادهم كيفاش يتابعوهم كيفاش وهل كانت هناك حالات اللي تكلم عليها دكتور وين كانت ريفيرسيبل كاين دراري براو ولا عاديين بدا بينا ولا كانت تكلمينا شويه على تجربه حيه هكذا. يعطيكم الصحه على الاستضافه بريمامون دوزيامون اون ا كوتواي على جال بروجي تاعنا اون ا كوتواي هاد لي بارون دونك سكو جي بي فوار ا ترافير ليكسبيريونس ديالي سي كو لي بارون يتقبلوا مليح المرض تاع اطفالهم صح مع الاول سي هي الشوك الاولاني وهذاك هو شغل الشوك الاولاني ومن بعد يتعايشوا والله غالب يصفون غيزون سكو لوتيزم لي با تري كونو ماشي معروف مليح من طرف الاهل بيان تابو يان تابو دي فوا تسيب دي بارون عندهم ان انفون اوتيست يخبيو ما يقولوش باسكو شغل حاجه هذا هو المشكل احنا ماذا بينا سي فولغاريزي سا دير وجون ما لازمش تحشم في با فوار اونت من وليدك ولا باسكو لازم تداويه لازم فوالا سا بو اريفي يعني كاين دوكايا نقدر نقولوا كاين دوكايا رانا في عصر جديد وين نقدروا لازم نتقبلوا هاد الاشياء ولي بارون دوكا راهم دو بيز اون بيز يتقبلوا اي برين تري بيان اون شارج لور زانفون غير يعرف باللي وليدو عنده مرض التوحد عند يروح لي رونديفو ديالو دو مانيير بونكتوال يكون تما في هذاك المركز مع الاول مع صباح مام اذا ما كانش عنده لي موايان باش يديبلاسا اي سو ديبروي بور سو ديبلاسي ويروح ويدي وليدو باسكو يحبوا يبرا اكزاكتومون ونشوفوهم عندهم واحد الشجاعه واحد لو كوراج بوغ افرونتي سيت مالادي لا راهو هنايا عمال واش لازم واش ما لازمش عمالو بلي وليدو اليوم لازم ينخرط دونك اي لو بوس ان بو بلوس ديباسي سي ليميت لا داكور اسكو شفتي دي بارون وين من خلال المتابعه تاع ولادهم والتشخيص مبكر كما يقولوا وين شفتي بلي جاو دي بارون قال لك حنا وليدنا برا ولا وليدنا تحسن بون احنا ما نقدرش نقولوا وليدنا برا ولكن يقولوا بلي وليدنا يفا بوكو ميو بارابور ا سكي ليتي كاين تحسن في موان دو كريز فوالا راهو دوكا يا بالك يلعب مع دراري تاع اللي قدو راهو مقبل ما كانش ياكل عندهم بارفوا عندهم اون سيليكتيفيتي في لالمونتاسيون دوكا راهو ياكل دوكا راهو افضل. شكرا 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 شكرا. دكتور بالخلفة مراد راك معنا اليوم باش نتكلموا على مرض التوحد هذا انا حبيت نبسط شويه للاولياء ماذا بيا نتكلموا الطفل لوتيست اللي نرجع لهم شويه الامل ولا نفهموهم على الاقل هل الطفل اذا كان يشخص بكري يعني نعرفوا بلي بكري عنده التوحد واذا بري اون شارج هل يفاتر سكولاريزي نورمالمون هل يروح للتمدرس العادي ولا اذا كان التشخيص ما كانش مبكر هل الطفل هذا يروح اون كلاس سبيسيال وشكون اللي قرر هذا لو بيدو بسيكياتر هل حبيت نفهموا الاولياء شويه باش ترجع لهم شويه الروح. يعطيك الصحة السؤال جد انتيريسون دونك للتشخيص كي نشخصوه مبكر صافي راح نحطوه دون اون كلاس سبيسيال. البروبليم اللي مطروح اللي هو الاطفال اللي يكونوا معاه
وهذا هو المشكل. هذا سي تري امبورطون هذا هو المشكل. هو ماشي المشكل تاع لو مالاد تاع لوتيست، المشكل تاع الاطفال المحيط وخاصه الاطفال اللي راه معاه. لهذا السبب انا نقترح نقدم نداء لوزاره التربيه انه تدرج اقتراح اللي نقدمه اللي هو من تقليد على بنا من تقليد بنا انه وزاره التربيه تقدم موضوع في كل دخول مدرسي جديد. احنا نقترح انه تحط موضوع توحد ماشي للمرضى تاع التوحد بصح للاتفال اللي يكونوا مع مرضى التوحد. يكونوا معاهم. خاطر البروبليم هنا اللي موجود ماشي في المريض. دونك حنايا الاقتراح وشنو باش يتقبلوا باش نفهموهم وشنو هو مرض التوحد. لانه المحيط لونفيرونمون مهم جدا من اجل انه هذاك الطفل يحس روحه بلي انتيغري وداخل مع مجموعه واللي يتفهموه ويتقبلوه. هذا هو المشكل. دوكا في التشخيص كاين انواع تشخيص، كاين تشخصوه مبكر دوك نسهلوا لانتيغراسيون تاعو، كاين شخصوه ان بو اون روتار نحطوه في اون كلاس سبيسيال ومن بعد لانتيغراسيون تكون بطريقه تدريجيه. هذا الاقتراح الاول. الاقتراح الثاني اني نقدم نداء لاسره الاعلام منها شروق انه دير لنا ان سبوت دو سونسيبيليزاسيون على لوتيزم، على بالنا بلي لو 2 افريل سي لا جورني مونديال تاع لوتيزم، تقدم تفهم للناس وشن هو الاوتيزم وشن هما الاعراض تاع الاوتيزم باش يفهموا وهكذا يتقدموا الى المصالح المختصه في المستشفيات من اجل التشخيص، وهذا يسهل بزاف بزاف لا بريزون شارج تاع هاد المرضى. شكرا 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 استاذ. اذا الاسره الاعلاميه راح تاخذ هذا النداء بعين الاعتبار، وحنا شخصيا رايحين مع قناة الشروق تي في ومجمع الشروق راح نديروا حملة تحسيسية إن شاء الله باش نحسوا الناس لهذا المرض إن شاء الله، باش ولادنا يكونوا تحت جناحنا ويعيشوا مرتاحين. إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا في هذه الحصة هذه. تقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الإنترنت ولادنا تحت جناحنا.com ولا صفحة الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. سلام. نتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد، نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، حب وحنان عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان، نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان.